حرب من نوع آخر بقيادة روسيا، سلاحها التكنولوجيا وأبطالها قراصنة، أما هدفها تسجيل نقطة دخول لا تدمير مواقع. تلويح بوتين باستخدام سلاح نووي يبدو أنه ترجم فعلياً. تقرير لرويترز كشف أن عمليات قرصنة روسية وقعت بين أغسطس وسبتمبر الفائتين، استهدفت 3 مختبرات نووية أمريكية. جنود حرب الكرملين الإلكترونية الذين يطلقون على أنفسهم اسم كولد ريفر قاموا بإنشاء صفحات تسجيل دخول مزيفة، وأرسلوا بريداً إلكترونياً إلى العلماء لمعرفة كلمات المرور الخاصة بهم. معلومات استخباراتية. الهجمات الإلكترونية وقعت في حين يتفقد خبراء الأمم المتحدة محطة زابوريجيا للطاقة النووية. مسؤولون غربيون: روسيا رائدة عالمياً في القرصنة وتستخدم التجسس الإلكتروني للحصول على ميزة تنافسية. أخطاء عديدة قامت بها مجموعة كولد ريفر كشفت عمق علاقاتها مع روسيا، وسمحت لمحللي الأمن السبراني بتحديد موقع المجموعة وهوية أحد أعضائها، إذ أظهرت عناوين البريد الإلكتروني المستخدمة أنها تنتمي لروسي يدعى أندري كورينيتس.